عمري بقى صار بالفيلا. أكيد عم بقول أكيد. حظك كتير منيح، توقعت يضل شي شهر لبين ما يظهر. طيب هلا شو نعمل؟ هلا لا تغمض لي عيونك وتعمل لي يوغا، ما في وقت. خطرت لي فكرة كتير خطيرة. شو هي؟ تقتحم الفيلا وتمسك الكل. شو مجنون أنت؟ راس مالا بهدلي من رئيس الفرع واعتذار من أبو إياد، على أساس أنت ما بتعرف عبيت مين فايت، كل همك تعتقل المطلوب الخطير بعد الإخبارية، ما لحقت تسأل لمين هالبيت. فرضنا فتت وتهورت مثل ما عم تقول والحزام الناسف. إذا اقتحمت الفيلا وصرت جوا مستحيل يستخدمه، رح يضل عنده أمل إنه أبو إياد بآخر لحظة يتدخل ويحلها، هذا إذا سلمنا إنه لابسه. ما بشلعه. بجوز إحساسه بالأمان إنه رايح على هيك مكان يخليه ما يلبسه بالأصل. أنا بقرر. أنا رأيي تقرر قبل ما تتحرك. لا 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 بسيارة بقرر. أنا يا ابني أنا جاي لعندك، خبر ناصر والشباب اللي بالحارة يتركوها ويروحوا لمنطقتك بأقصى سرعة. يا ريت يا ريت تقتحم هالفيلا واخلص منك ومن شرك. احترامي سيدي. راحوا جبت لهم سندويش. وعدتيني انك تكوني قوية. بعرف، بس ماني متخيلة اني انا قاعدة هون وفي ناس بالغرفة الثانية مو طايقة تشوفني، متمنيتني انقلع اليوم قبل بكرة. لك يا بنت الحلال، عم قلك امي قلبها طيب بس راسها يابس، شوي شوي بتنحل الامور انا متأكد. والله ما عملومة، هي حقها تفكرني وحدة سيئة، انا ما بدي منها شيء، بس تسمعني مرة وحدة. يا عمري حاولتي وما مشي الحال، وشفتي بعينك ردة فعلها ونبهتك وما سمعتي مني. سالم، مو معقول أنا وياها نكون بنفس البيت ووشي بوشك للوقت ويضل هيك الوضع بيناتنا. رؤي سناء رؤي، لسه اليوم إجينا. والله بعرف، بس أنا بدي أحل القصة، بدي أعرف النتيجة، يا بضل يا أما بنطلع أنا وياك بنستأجرنا شي شقة بشي مكان، لأنه هيك مو عايشة. شبك قبل ما نجي لهون أنت بتعرفي كل الظروف، يعني ما حلك تقولي صار بدها حل؟ مشان الله ما تفهمني غلط، أنا مو قصدي شي، بس بدي يكون في شي حلو بهالبيت. خلص صبري شوي. عم يجي عبالي ارجع حاول مرة تانية. يا عمري لا تصبي على النار زيت. ما بدي يمرق هاد اليوم هيك، بدي ضلني جرب لحتى اتعب. سناء تعي سناء مرت عمي بعرف انك فايقة، ولو سكرتي الباب بوشي 50 مرة رح ضلني واقفة هون، لأني أنا ما رح أهدى لحتى تسمعيني، وإذا ما بدك تفتحي لي الباب رح أحكي كل شي بدي أحكي من ورا الباب وبصوت عالي كمان، أساساً هيك أحسن لأنه بصير عندي الشجاعة أني أحكي أكتر مشان ما أطلع بعيونك اللي كرهانيني كل الوقت. يا مرت عمي والله أنت حقك تجوزي ابنك وتفرحي منه،
وتجوزي وحدة انت حاببتي ومنقيتي له اياها على كيفك، بس انا كمان حقي اتجوز شب حسيته انه رجال وشهم، وهذا لانك انت اللي مربيتيه. انا بس حابة اقول لك كلمة ويشهد علي ربي انه ما رح تصير ليلة دخلتي اذا انت ما بتباركيني. اذا بضلني هيك سنة والله انا ضعيفة ومكسورة الرجلة، وبيدك انت تداويني. لو قلتي عني مجنونة، بس من قلبي بتمنى هي تمرضي شي مرضى خفيفة لحتى تشوفيني سهرانة فوق راسك عم طبوا بيك وتعرفي مين انا، لحتى تحسي قديشني محتاجتك، قديش محتاجة إلك يا امي، لاني انا مقطوعة من شجرة ومالي حدا غيركم. مثل ما بدك مرت عمو، حلك تصبحي على خير، وبوعدك انه سالم ما رح يلمسني لحتى انت تباركي. مبروك من كل قلبي. العمل يفوت ولا لا؟ أنا برأيي لا سيدي. زي الفرصة يمكن ما تجي لبعد سنة. سيدي أحسن ما نفوت بقصة كتير كبيرة. كأنه هاي السيارة جاية على الفيلا. أكيد سيدي. أيوة مرة. معناها في سهرة اليوم. كان على الأغلب. سيدنا شو هي المفاجأة؟ والله رح أطب. قلت لي رح أطب كويس، وهو المطلوب أنك تطب وتريحني من شرك. سيدنا الضيوف وصلوا. خليني تفضلوا. أهلا وسهلا. يا هلا. هاي. اهلا، نورت الفيلا. ميرسي. كيفك؟ تمام الحمد لله. بعرفكن شاهيناز سيدة اعمال، وراح تكون زوجته لجابر. بالعاده الشاب هو اللي بيطلب ايد الصبيه، بس هلا الزمن تغير، مشان هيك بدك تسمح لي وقدام كل الموجودين أني أطلب إيدك لتكون زوجي ورفيق المشوار. مبروك جابر. بارك له. شرفي. روي يا ينقدك. ربحت ورقتي يا نصيب، وراح تربح صبية حلوة، أحلى صبية بالشام راح تكون زوجتك. وهيك الستين مليون اللي معك راح يصبحوا مع المية مليون اللي عند شهناز، وهيك ما حدا بيطلع له علك ويفتح تمه بالشركة الكبيرة اللي عملتوها واللي أنت شريك فيها. إن شاء الله طبعاً مكرجعين على الصفقات وعلى العقود. كيف الأمر؟ تمام كثير منيح. احترام سيدي، آسف عم بحكي معكم بالوقت. علينا أو بخير؟ شو في؟ سيدي أنا موجود قدام فيلا دخل عليها قبل شوي أبو نبال. أكيد؟ 100% سيدي. طيب اعتقلوا فورا.
لهيك عم اتصل بسيادتك سيدي. ليش عم تتصل؟ ان شاء الله فهمني سيدي. الفيلا اللي انا قدام هلا لما مسؤول كبير بالبلد. ايه انا عم فكر اقتحم الفيلا. مسؤول كبير؟ طيب شو اخذ واحد مثل هذا لعند مسؤول كبير بالبلد يعني؟ والله يا سيدي بدكم تسألوا المسؤول. هلا قبل ما اسألك مين المسؤول، ليش ما بتأجل لحتى يطلع من الفيلا وبتجنبنا الاصطدام مع حدا؟ سيدي انا خايف ولاد من ايدي. العمليه جوات الفيلا مضمونه 100%. يا رؤوف، الدخول لاي فيلا تهور، وخاصه اذا عرفنا انها لشخص كبير. بس كبير ما بصير يكون عم يتعامل مع مشبوه سيدي. هلا خلص اجل الموضوع لبكره. سيدي ما في وقت لبكره، انا هلا بدي الموافقه. انا ما فيني بعطيك موافقه، انت قدر الموقف وتصرف، بس بدك تكون على درايه تامه بالنتائج. الموقف مثل ما قلت لكم يا سيدي. انت ضابط عمليات هلا، وتقديرك للموقف ممكن يكون ادق. سيدي فوت ولا ما فوت، انا بدي امر عسكري واضح. بكرر، انت قدر الموقف وتصرف، بس انا ما بشجع الدخول على الفيلا قبل ما اعرف مين صاحبها. تصبح على خير. شو سيدي؟ تهرب من القصة كلها بعد ما عرف انه في مسؤول كبير بالنص. طيب شو بنتصرف؟ ما عم بقدر اخذ قرار سيدي. الاسلم نتابع ابو نبال بعد ما يطلع من الفيلا. نور الفيلا يا عروس. ايه جابر؟ صحة وعافية. على قلبك سيدنا. ما سمعتنا صوتك، ما حكيت ولا كلمة خير. والله يا سيدنا ما بعرف يعني شو بدي اقول لك. ما عم يطلع معي كلام. بدلني رأيك بالعروس؟ أنا منقي لك أحلى صبية بالشام كلها. هذه خزيت العين إن شاء الله. فيها البركة. الله يبارك فيك. هي البركة ما اختلفنا، بس يعني شو رأيك فيها؟ أنا بحكي عنه معلم، لسه لسانه مو مقلش على الحكي. اتركه هو يحكي. ولك يا جابر، سيدنا عم يسألك عن مواصفاتها، يعني قل له تمها مثل الكرزة، خدودها بتخلي الصايم يفطر، ولك انطوق. أبو نبال. عفوا سيدنا، بس عم علمه. بلاها شطارتك هلا، أجلها. حاضر. إيه جابر؟ قل لي شو رأيك؟ حلو عروستك ولا لا؟ والله يا سيدنا ما بعرف شو بدي اقول لك. احسن من طليتك. شو بك جابر؟ ليش ما عم بجاوب؟ شو بدي اقول لك جابر؟ سيدنا عم يسألك ما ترد عليه. والله يا سيدنا يعني انا الحقيقة بعمري ما خطر لي إني قارن بين طليقتي وأي حدا تاني. شوف مسيو جابر، أنا ما بيهمني إني أكون أهم من حدا، أنا بيهمني شغلة واحدة بس، إنك تكون مخلص. أنا بعمري ما أخنت مرتي. حلوة. انت فهمتني غلط، انا قصدي تكون مخلص للشغل اللي بيننا، للبزنس يعني، وغير هيك انت حر. شوف جابر، اللي بتوصله شهناز بانه زواجكن مجرد خبر للجرايد وممكن يوقف عند هالحد. كيف يعني سيدنا؟ يعني انت زوجها بالاسم، بس ممكن ها ممكن تتطور علاقتكم وتصيروا زوجين عن جد، بس هذا الشيء بيرجع لكم، انا ما دخلني. ماشي سيدي. مبروك. Thank you.
قاصر خلي واحد من الشباب يعمل حاله هربان ونحن لحقينه. خليه يدخل على الفيلا يدق الباب بلافة على أساس هو عم يطلب الحماية. نحن رح نداهم الفيلا بعد 5 دقايق وهيك طبيعي أنه نطلب هويات الموجودين. فهمتني؟ فهمتك سيدي. شو رأيك؟ حلو الفكرة كتير. طيب عظيم، نفذ بسرعة. خلي الشباب ينجوا السيارات لورا لحتى ما نفوت نظر، ونقي لي واحد من الشباب يكون فهيم. سيدي بفضل كون أنا. معقول؟ طيب بعد ما صير جوا الفيلا سيدي شو قول إذا قالوا لي لشربان؟ هذا ما كتير مهم، يعني فينك تنقي لك أي تهمة، قاتل أو سارق أو مظلوم، يعني أصلا إنهم رح يلحقوا يسألوك. حاضر سيدي. عم ترد على محمولك، زعلت منك. كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. اعمل لك عشاء؟ اعمل لك عشاء؟ لا لا لا، جاي احكي معك كلمتين وراجع. راجع؟ ما لحقت توصل لحتى تروح. لا ترقي مخي، اعمل لك بدي احكي معك كلمتين، عادي واسمعيني وبدون كثرة حكي. حاضر حاضر رح اسمع. انا بكره طالع مشوار برات الشام، يمكن طول. قديش يعني؟ ما بعرف. طيب لوين؟ على الهفا. هلا هيك؟ والله على الهفا، ما عم امزح. ايش يعني؟ يعني اذا انا طولت وما رجعت بتضبي اغراضك بتروحي على بيت اهلك. ابو ايش عم تحكي ابو الزين؟ غلي قلبي. مثل ما عم افهمك، بتعملي كل شيء على الساكت وبدون طول لسان. بعرفك لانه. طيب فهمني حبيبي، ما هو انا مرتك حبيبتك تاج راسك. بلا بلا، مرتي وحبيبتي وبطيختي، بس أكثر من اللي قلت لك يا ما رح أقول. وبرجع بفهمك، تعملي كل شيء على الساكت بدون طول لسان. خاطرك. مع السلامة. الله معك. مع السلامة يا حمامي. الله معك حبيبي. ايش يعني على الهفا؟ ليقوم بده يتجوز علي؟ راحت عليك يا ام الزين. معلش سيدنا، انا بشوف الموضوع. شوف اليمين هالحمار. دخيلكم، لحقني، لا من هربان منه. دخيلك. ولا نفسه لا. دخيلك. أنا بجيرتك. ولا تخرج. ما بعرف. مين لحقك ولا؟ الأمن. شو عمل؟ واحد من الحارة نصف لي تقرير. هلا أنت بتعرف لوين فايت؟ لا والله. لقيت حالي هون، قلت بطلب حمايتكم. شو بتشتغل انت؟ استاذ مدرسي. وشو التقرير هذا اللي بيخليني الحقوك لهون وتهرب منه وتوصل لعندي؟ بس خليه يفلتني شوي، خليه يفلتني، لا اقدر احكي لك، راح اموت، راح يخنقني. ارفع عنه بالبال. احكي له شوف. بس دقيقة، بس لا أخذ نفس رح موت. سيدي شو عم تقول؟ يا رؤوف، الأوامر مو من عندي، أنا حكيت مع القيادة وكان هيك الرأي. اسحب عناصرك وارجع على الفرع. سيدي ناصر صار جوا، مستحيل انسحب. رؤوف، لا تخرب الدنيا فوق راسك، هذا أمر ما في أخذ رد، ممنوع الدخول على الفيلا. سيدي الموقف بيتحمل أي تراجع، مستحيل الانسحاب، مستحيل سيدي. والله بدك تتحمل مسؤولية طيشك، أنا قلت لك إنه ما بشجع الدخول على أي فيلا. طيب
طيب والحل؟ حكيت مع القيادة وإجت التعليمات يلي بلغتك ياها. مع السلامة. إلا أمو على كيفك. وبعدين ما أخذت نفس؟ إذا بتريد والله لسه نفسي مقطوع. طيب هويتك؟ ها؟ هويتك؟ هويتي ما مع هوية. يا جابير خافت شو للحمار عبشي ورا اهلا اهلا عطيه لسيدنا. عم قول لحالي الدقه مو دقه استاذ مدرسي. هاي هويتك؟ بلش تاتك. أنا يا شباب اليوم في حكاية كتير حلوة رايح أحكينا إياها سيادة المساعد أول ناصر، بس بعد ما أعمل هالتليفون الصغير. يا سيدي بس خلص. يعني بتعرف سيادة المقدم، أنا خبرتك من حرصي على سيادة المقدم رؤوف. الرجل صديقي وما بدي يتهور بقصة كبيرة. الله يجزيك الخير وشكرا أنك بلغتني. سيادة رئيس الفرع هلأ أكيد بيكون حط حد لتهوره، وهذا بفضلك. ولو أقل من الواجب، يعني هيك أنا بكون حسنت أحمي صديقي بدون ما يعرف. لا طبعا طبعا، ويا ريت نضل على تواصل مشان نحن اثنين نحميه من تهوره، ما هيك؟ أكيد أكيد أكيد. مرة تانية لا تواخذني على الإزعاج، وتصبح على خير سيادة المقدم. أهلين دكتور. ولو كمل. سيادة المقدم طلب إنه نقتحم الفيلا بهي الطريقة. عن جد؟ ودخلك يعني سيادته ليش ما اقتحم؟ ما بعرف، بجوز يكون صار معه شيء. ومن اللي على بيتك ومن تم ساكت، وبكرة لكل حادث حديث. سيدنا معقول خليه يروح هيك؟ ايه طبعا طبعا، بس خلي هويته معك. سألك بعدين يا حيوان. ابو نيران بدون ولا كلمة خليه يروح وتعال نكفي سهرتنا. عرسان شرف. الله بيحبك. يا بتسبقني يا بسبقك، لأنه واحد منا لازم يخلص على التاني، وأكيد العقل لازم ينتصر على العضلات، هيك التاريخ بيقول. بس يا خوفي التاريخ يغير رأيه على حظي. بتكون كملت معك يا صباح. سيدي ليش ما اقتحمت الفيلا؟ شو صار معك جوا؟ شو هالسؤال سيدي؟ تبهدلت وتزليت،
بوس ايدك تقلي شو اللي صار. رئيس الفرع موافق نفوت. يا سيدي بس انا انخرب بيتي، ضربوني واخذوا هويتي وما بعرف بكره شو ممكن يصير. كان ما يوافق وقت كنا برا مو بعد ما فوت. هيك صار. شو يعني هيك صار؟ وطي صوتك. وطي صوتي؟ اذا بتعرف حالك ما بتسترجي تعمل شيء لموافقة رئيس الفرع، ليش بتخليني فوت هالفوتة؟ ولك حمار حاجة تعلي صوتك. بعرف اني حمار، حمار لاني ايدك اليمين اللي بتقطعها امتى ما بدك. لك شو بصر لك يا بنيان؟ ما بيصير سيدي، بأي شرب بتخليني فوت هالفوتة اذا بدك تتراجع؟ انا ماني كلب ترميني وقت الزنقة. طيب اهدى هلا بكره بنحكي. يا سيدي انا رح ينخرب بيتي. ناصر لا تخاف انا معك وما بدي كلمة زيادة. يلا بكره بنحكي. يا سيدي بس. الله ما بعرف، ابو زين قال لي تعال بكير، ما بعرف شو في براسه. ديروا بالكم على حالكم، والله قلبي مو مطمن. والله انا كمان قلبي مو مطمن، بس شو بعمل؟ ما بقدر بتركه لحاله، والله بياكلوا بلا ملح اذا رفعت ايدي عنه، خطي ضعيف. بعرف، الله يقويك ويخلينا اياك. الله معك، دير بالك على حالك. صباح الخير زينب. صباح الخير استاذ. قولي شو حليانه؟ بتعرفي لابق لك المكان كتير. هذا فضلك. فضل الله لك زينب. ايه استاذ عقيل، بدك شيء مشان طلبيه القماش اللي طلبتها ما بدك اياها؟ ما بدك حليانين عيونك. ها امتى صار؟ من امبارح سيدي. كم واحد فاتوا على البيت؟ اثنين سيدي، صاحب البيت ومعه واحد تاني من برات المساكن. خلعوا القفل اللي حطيتوه حضرتكم وفاتوا بدون لاحم ولا دستور. شو نحن وين قاعدين؟ سايبه؟ احترامي سيدي. جهز لي دوريه فورا. وين سيدي؟ على المساكن المؤقته اللي جنبنا. حاضر سيدي. سيدي بعد اذنك، في مجال ما حليت من المساكن اني انا اللي جيت وخبرت، لانه ما حلو يطلع لي يصيدني عوايني. ماشي ما عليك ولا يهمك. الله يخلينا اياكم يا سيدي ويطولنا بعمركم ولا يحرمنا منكم يا رب. وبعدين؟ اتصل فيني العسكري خبرني انه ابو رياض تركه يروح بس اخذ هويته. سبق وحذرتك يا رؤوف، قلت لك نفذت من النار، لا تخليها ترجع تعلق ثيابك مره ثانيه. مزبوط معك حق سيدي. صد حالك محلي واحد مطلوب بهالخطوره موجود قدامك. شو بتعمل؟ بعمل اللي بقوله العقل، مو الانفعال والتهور. شوف رؤوف، المره الماضيه ما كان في حدا كبير عم يتابع الموضوع، لذلك قدرنا ننفذك، بس هاي المره بعتقد صعب كتير. ما في شيء عليكم صعب سيدي. لا سيدي، صعب ونص. بعدين انا ما عندي حضانه كل يوم والتاني عندك مشكله ولازم حلها. رؤوف اسمعني منيح كلمة ورد غطاها. أبو إياد ما عندي استعداد لا أعلق معه ولا أتوسط عنده، لأني بعرفه منيح. إذا حطك براسه صعب حدا بالكون يمنعه عنك، وراسه أعنت من حجر. سيدنا أنا كنت عم بعمل شغلي. قراءة أبو إياد للموضوع أنه في حدا عارف مين هو ومع ذلك قرر يتحداه. بس أنا ما كنت عم فكر أتحداه أبدا. هذا الكلام بتقوله له. بعدين ليش عم نستبي الامور؟ بجوز الموضوع يمر بسلام. انا قلت بشوف خبرك قبل ما يفكر يعمل شيء.
ما شقينا قلب العالم وما بنقدر نشتغل على التخمين. هذا اذا سلمت انه فينا نعمل شيء. اللعبة اللي سويتها يا رؤوف هي محاولة استحمار وتعدي. ان شاء الله تقدر تحل مشكلتك. بس انا عم بطلب مساعدتك سيدي. سبق وشلت السكين على رقبتك يا رؤوف، بس هالمرة ممكن تنحط رقبتي قبل رقبتك، وانت بتعرف انه الروح غالية كتير. بدك تعذرني. صباح الخير. اهلين. فوت. لا معلش. شو هي معلش؟ عاولك فوت. يعني بس تخلصي لبس. شو مهذب. فوت فوت. فكرت؟ فكرت وموافق. كتير منيح. بس يعني كان بدي لا لا بس ولا شيء. اللي بده يشتغل معي بس بينفذ اوامر، ما بسأل عن شيء. ايه ما حكيت شيء. ايه ما لازم تحكي. خبرته لصاحب السوبر ماركت انك رح تترك الشغل؟ ايه خبرته. ايه روح قل له انك تركته وانطرني بالسيارة. حاضر. لحظة. رجع انطرني بالسيارة، يعني لازمك مفتاح السيارة مو هيك؟ ايه والله نسيت. لا تنسى مرة ثانية. مسيك. هيك بدي رجع. يقول لي امرك. ويوطي وبس. انت شو عم تحكي؟ والله يا مدام مثل ما قلت لك، مناقصة خسرناها، مشروع الابراج رسي على حكمت. حكمت؟ معقول؟ اي والله يا مدام، شو بدك لنتصرف؟ خلص بحكيك بعدين. على غير عادتك. اي والله جاي اشوف شو بدك تعمل. بخصوص شو؟ بخصوص موضوع الضابط سيدنا. يطعمك الحج والناس راجع. عملنا وخلصنا. لحقت؟ ما نحن بعصر السرعه. هات لشوف شو في عندنا اخبار اليوم. عندنا اليوم موضوع جاكلين وحكمت. فضل عروض امبارح ما هيك؟ نعم، وأكيد جاكلين اليوم بيكون طاير على. هلا بتكون بحاجة لجاسوس جديد بعد ما فشلت معك ومع الخدامة. أكيد. وراح تحكي اليوم ما حكمت. أنا هيك متوقع. أنا هيك متأكد. يا أبو الزين حاجة جدان ببوس إيدك. أنت خليك عاقل وروح على بيتك وترك المجنون بحاله. لك يا أبو الزين شو راح تستفيد إذا عملت هيك؟ فهمني بس. مو شغلك. ما عم بعمل هيك مشان استفيد، عم بعمل هيك مشان اخسر. اساسا صار لي 40 سنه بسال حالي شو راح استفيد؟ ما استفدت شيء. هلا بدي اعكسها، بدي اسال حالي شو راح اخسر؟ ام وحياة اللي خلق طلع معي ما بخسر شيء. لك يا ابو الزين والله ما بيجوز من الله، قطعت قلبنا من الصبح. اسف، دخيل رجليكم، انا اسف من مقامكم، لا تاخذوني على قد المنام تبعكم، بس انا اجدب شو بعمل؟ هيك اجى على بالي جرب اني موت، فطلعت مشان موت. حاجة محسوبة علي عيشة. وينكن؟ أمانة برقبتكن. ما بدي حدا يزعل علي. بالعكس بكوا ورقصوا وفرحوا وضيفوا حلو كمان على موتي. ناقصكن فرح لأنه. لك يا أبو الزين أنت شو عم تحكي؟ أنت شو عم تحكي؟ أخي عم بحكي مثل ما سمعت. ما بدي حدا يزعل. بدي نظرات شماتة. بدي تسبوني. بدي تقولي شو هالمجنون اللي شنح حاله. شو هالجحش. كلمة آدمي ما عاد بدي اسمعها. بدي اسمع شيء جديد،
حق يا اخي جرب شيء جديد. شان الله يا عمه كرمالي والله نحن بنحبك. لك مين هذا؟ شو قصته؟ هذا الشاب اللي خلع الباب اللي سكرته الدولة. شو اسمه؟ أبو زيد. شو هذا اللي عامله يا أبو زيد؟ والله مثل ما لك شايف عامل سيران. تحكي مثل العالم مع سيارة العقيد ولك؟ ولك اللي يخلع نيعك ولا؟ عقيد عليك مو علي. لك اتركه يا أبي اتركه. يا أبو زيد هيك ما بتنحل الأمور. أنت غلطت. غلطت ولازم تحمل نتيجة غلطك. مو تهرب. اهرب؟ هل هيك انت شايفني يا سيادة العقيد؟ اصحى اصحى. ليكني فاتح لك صدري وعمل لك قوس. بعدين اللي بده يشنو حاله قدام الناس كلها ما بيكون بده يهرب. واذا مفكرني عامل مسرحية هون بتكون غلطان. بس عن عائلتك لأنك أنت خالفت القانون وكسرت الباب يلي نحن شمعناه. ولك أنتوا اللي خالفتوا القانون مو أنا. هذا اللي بدكم تهدوا له بيته وهو زلمة مستور وماشي جنب الحيط بدكم تعوضوه. لأنه يا سيادة العقيد وقت بتزتوه بالشارع ما بتكونوا عم تخالفوا القانون بس بتكونوا عم تقتلوه للقانون. طيب طيب مثل ما بدك سيادة العقيد. الله يخليك. ها لا تاخذني على عد علي. أنا ماني سكران ولاني مهلوس ولاني محبحب. بس أنت حط حالك محله قولي شو كان فيك تعمل. والله يا عم تحكي مضبوط. إنزين لنفهم القصة. يعني تعال عندي. أبو حسام انهد بيته مثل ما انهدت بيوت كل على الحارة اللي شايفهم قدامك. ونائب المحافظ بجلال قدره وقت إجا لهون تزاول من أبو حسام. ليش؟ لأنه أبو حسام مرضي يركع له ويصلي له. قام تزاول منه وعمل فيها الفصل الناقص. وشو بالآخر؟ انزدت الزلمة بالشارع. انزل اللي عندي ووعد شرف مني تساعد أنا وياك بحل الموضوع. يا سيادة العقيد الله يخلي لي إياك. سنانا من هذا الحكي كتير وكل شي بيضل مثل ما هو. أنا لا بدي منك لا وعد ولا شي. أنا بس بدي ينال إنه في واحد اسمه أبو الزين عنده شوية ناموس. ما هان عليه إنه ابن بلده ينزد بالشوارع هو متكتف واقف عم يتفرج عليه. لحظة لحظة شوي يا أبو الزين أرجوك لا تتصور. أنا رح أعمل تليفون صغير وأرجع لك فورا. لك حاجة تصور حاجة تصور يا زلمي. أبو الزين إيش يا زلمي؟ عم بستناه عم بستناه. شو بيطلع معه وأنا حاضر؟ شو يا أبو الزين؟ أبو حسام ولا كلمة. ها ماني متحمل حالي. شو مو متحمل حالها؟ ولك حمار أنت اللي عدت شلون حالك؟ أبو حسام بلا أبو حسام بلا أم حسام لعمة. ولك ما بدي غير عليك وعلى مرتك يا قديش. فكرك انه انا ما بقدر بشنو حالي؟ بدي اياه بطلع بعمل هيك بشنو حالي. بس انا ما بعمل هيك لانه في عندي حال. خذوه من هون يا جماعه الخير احسن ما شنو حالي. ها ابو زين مشان الله هدي موجه عليك. الله هدي ابو حسام هدي شوي. ابو زين تعال 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 مجنون ولا مجنون هيك اخي يستر على عرضك. خلينا نطعم هدا والله ما عفا عليم الله ما في براسه ولا ذره عاد. والله انه بده يشنو حاله امننا وصدقنا. ليش هزيتها وزنبليتها؟ عامل لي اعراضها ليش؟ فوت على شي غرفه ذكر على حالك وشنو حالك. انا هيك بفهم. والله معك حق ومشي حالك مشي حالك. ما بدك تنتحر عم انتحر على الساكت. لشو عامل لي هالعراضه؟ والله ما عم بفهم. انتحر على الساكت. الأمر خطير كتير سيدي. حسب تقديري سيدي الأمر بده مسايسة. هدي شوي يا أبو الزين. هاي سيادة العقيد عم يحكي لك مع مسؤول كبير. ليكني عم بستنى. بس حاجة اللي سيادة العقيد وسيادة العميد شبعنا من الحكي. أنا إذا ما صار اللي براسي بدي زت حالي وإشنو حالي من هون.